بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل لنعيش سويا هذه اللحظات المجيدة في تاريخ مصر الحبيبة بعد ثورة 25 من يناير، تكريما لأسر شهدائنا الأبرار الذين سالت دماؤهم الطاهرة على تراب هذا الوطن فكانت ثمنا للحرية والكرامة وتعبيرا عن الإباء والانتماس. وستظل مصر فخورة بهؤلاء الشهداء الأماجد، وسنبقى جميعا أبد الدهر ذاكرين لهم أنهم زكوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن يعيش أبناء هذا الوطن في رفعة وعزة وكرامة وإباء. إن هذه الدماء الطاهرة تستحق منا جميعا، بل تستحق من مصر كلها أن تمجد أسماءها وأن تكتب وأن تقلد أسماءها بحروف النور. ولعل هذه المبادرة الكريمة التي يقودها الشيخ المجاهد الداعية فضيلة الشيخ حافظ سلامة حفظه الله وسلمه، لعل هذه المبادرة هي خطوة في هذا الطريق. ونحن نعلم أن فضيلة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس من أبناء هذا الوطن الذين ضحوا بعمرهم من أجل أن يعيشوا هذه اللحظات الماجدة المجيدة. وها هو اليوم تعبيرا عن ولائه لمصر وولاء أولي الفضل لشهداء هذا الوطن الشريف، جاء ليكرم أسرهم ويخلد ذكراهم من خلال الشاشات العربية والمصرية لتعلم أسرهم وليعلم الشعب المصري أننا لم ولن ننسى دماء أبنائنا، وليتعلم الشباب قيمة الوفاء لمن يستحق الوفاء وفضيلة الشكر لمن يستحق الشكر. والشكر أولا وآخرا لله رب العالمين سبحانه وتعالى القائل في كتابه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويحضرنا في هذا اللقاء الكريم كوكبة من علمائنا الأفاضل، يحضرنا فضيلة الدكتور الداعية الخلوق العالم الدكتور محمد عبد السلام أكرمه الله وأكرمنا بعلمه وفضله، كما يحضرنا أيضا الداعية الإسلامي فضيلة الإمام الدكتور أحمد تميم إمام هذا المسجد سابقا وممثل الدعاة المصريين في أوغندا أكرمه الله وأكرمنا بعلمه ولا حرمنا الله من جمال صوته. ويحضرنا أيضا فضيلة الإمام الداعية الشيخ عشري إمام هذا المسجد المكلف من قبل وزارة الأوقاف زاده الله تواضعا وبركة في عمره وعلمه. ويحضرنا كذلك فضيلة الدكتور أحمد سمير
الداعية المعروف الشهير الخلوق، أدعو الله أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه وأن يجعل خطوات هؤلاء الأناجل الأفاضل العلماء الدعاة في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتهم يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخير ما نبدأ به هذه الأمسية الكريمة وهذا الحفل البهيج الكريم آيات بينات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد تميم رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الفضل لله جل في علاه، وسبحان الله
استطيع ان اتكلم كلمتين متتابعتين لاحتباس صوتي، فاذا بفضل الله عز وجل ينطبق الامر الان، ينطبق الامر على ما لم اكن اتوقع. فهذه فضل، فهذا فضل من الله، وهذه بركه لهذا المجلس المبارك. اسال الله جل في علاه ان يبارك لنا في حضورنا جميعا، وان يجمعنا واياكم كما جمعنا في هذا المقام، في هذا المسجد المبارك على طاعته، ان يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى من الجنه، انه ولي ذلك ومولانا. ايها الاحباب، هي اشارات عابره نشير بها في دقائق معدوده، وهي كلها تجتمع على ملمح الوفاء. نعم ايها الاحباب، الوفاء بدايه، والعرفان بالفضل لله جل في علاه بدايه واخرا. فالله عز وجل ينزل نعمه علينا تترى، تترادف علينا من هنا وهناك، وهذا يستلزم منا تحقيق الشكر. ايها الاحباب، فمن حقق الشكر فقد فاز، ومن قصر وغفل عن ذلك فلن يناله الا الندم والحسره. نسال الله السلامه والعافيه. ايها الاحباب، فضل من الله عظيم وسنه لله تقضي. فالله عز وجل قعد لنا هذه السنه، ان لله في كونه ومع خلقه قواعد وضوابط يضبط بها من يرفعهم ومن يضعهم، من يعزهم ومن يذلهم، من يأخذهم ومن يمنعهم، من يعطيهم ومن يمنعهم، من ينصرهم ومن يخذلهم. لكل هذه الأمور قواعد وسنن، قواعد وسنن من الله جل في علاه، يمضي بها أوامره ويمضي بها مشيئته جل في علاه. ومن أجل هذه السنن التي قال لنا ربنا عنها في كتابه الكريم في سورة آل عمران: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالفضل والتمكين والنصر من عند الله لا يتأتى هكذا، لا يتأتى جزافا، لا يتأتى لمن شاء ولمن لم يشاء، وإنما يأتي وفق سنن وضعها الله جل في علاه. لا بد من التضحية، لا بد من البذل، لا بد من العطاء، لا بد من الأداء، كل ذلك لله جل في علاه. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الأمر ليس هكذا أيها الأحباب، ليس جزافا، ولكنه وفق هذه السنة. لا بد من البذل، لا بد من التضحية، وقد بذل بها